البداية من جريدة الوطن والأوضاع في السودان ودور مصر لتهدئة الأوضاع هناك. السيسي ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار في السودان. الرئيس لقمة السلم والأمن الأفريقي: نحترم إرادة الشعب السوداني ونرفض التدخل في شؤونه. ده كان خلال مشاركة الرئيس عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي اللي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان. دور مصر واضح منذ البداية لتهدئة الأوضاع وحل الأزمة في السودان، كما هو واضح دائما في حل أزمات المنطقة جميعا وبره المنطقة. خلينا نتفق ان الدور المصري واضح في مخاطبة كل انواع كل مختلف الدول وكل الصراعات، سواء بين دول زي ما حصل في روسيا واوكرانيا، وعلى امتداد الخط بقى نحط ليبيا نحط السودان. غزة كل الحوار، اولا الحوار، وقف اطلاق النار ده شرط وده مبدا لاتمام الحوار، سواء ما بين دولتين او خلال او من يعني في الدوله الواحده. السودان لها خصوصيه بالنسبه للمجتمع المصري وبالنسبه للقياده السياسيه، كون ان الصراع اللي موجود على الارض سهل انه يتحل لو الاطراف المتصارعه او الاطراف الصراع جلست على مائده حوار واقرت لمصلحه الشعب السوداني. احنا من اليوم الاول لاندلاع الازمه كل انواع التواصل على مع المسؤولين في السودان بيتم لوقف اطلاق النار، للتحول، للخروج بالشعب السوداني من المازق، للوصول لاتفاق يضمن على الأقل إن لا يهدد سوداني، يبقى في ممرات آمنة، يبقى في عبور إنساني لهؤلاء. مصر فتحت المعابر واستقبلت عشرات السودانيين وطبعا غيرهم من الجنسيات، لكن الأصل إن يبقى في حل على مائدة الحوار، كل الأطراف المتنازعة تعلي من مصلحة الدولة، وده اللي السيد الرئيس أشار إليه امبارح وأكد عليه يعني أكثر من مرة. وأعتقد أن القمة امبارح الاجتماعات كانت استثنائية فيما يتعلق بموضوع السودان تحديدا، فبما أن العالم أو المجتمع الإفريقي بالكامل مهتم بما يحدث في السودان علشان نصل فيه لنقطة انطلاق وهدوء، فوجب على الإخوة الأشقاء في السودان أن هم يستمعوا لهذه الأصوات، أصوات العقل، أصوات الحكمة، أصوات الحفاظ على السودانيين وعلى مقدرات الشعب السوداني.